الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير أيها المتابعون، أيها المستمعون الكرام الأفاضل، أرحب بحضراتكم من هذا المهرجان الكبير في هذا الصرح الكبير، ومهرجان البيت متوحد. أدام الله وحدتنا وأدام الله محبتنا، على بركة الله نسير، على بركة الله نندفع لنتابع انطلاقات الصعوب. والشوط السادس للحقائق، الإبكار أعلنت انطلاقته وأعلنت اندفاعته لأتابع الأسماء وأتابع الشعارات. والثلاثة كيلومترات ومقدمة الشوط مسيرة مسيرة يا مسيرة. سعود بن حمود بن سعيد الدرعي على المقدمة، مقدما لنا مسيرة بينما ثاني التحديات. أتابع القادمة، وصلت العيط موس حمد بن سالم بن شميل الراشدي، يقدم لنا العيط موس على المركز الثاني، بينما ثالثا وصلت انتحار عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي، مقدما لنا انتحار على ثالث التحديات. يا هي اسماء متواجدة على المقدمة. أتابع رابعا على ما يبدو لشعار بن دغاش، أيضا يقدم لنا انتحار أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري. خامسا أتابع وصول مفنودة غسان بن سعيد بن حمد الجحافي، وصل وابناء السلطنة، ولكن الأسماء تسللت وأعود إلى مقدمة الشوط لمن تعود هنا في مقدمة هذه المسيرة مسيرة يا مسيرة. على مقدمة الأسماء وعلى صدارة الشوط سعيد بن حمود بن سعيد الدرعي على المقدمة، ولكن العيط موس العيط موس العيط موس حمد بن سالم بن شميل الراشدي مع العيط موس، بينما ثالثا وصلت العزوم وصلت العزوم محمد بن راشد بن سيف الغفلي، ورابعا أتابع شعلة وسالم بن مبخوت المنهالي. خامسا وصل المجازف، وصل المجازف في هذه اللحظات ليقدم لنا فدا محمد بن عتيق بن زيتون. المهر اشتعلت الأمور على مقدمة الشوط. الكيلو الأخير، كيلو العمليات، كيلو التحديات، ومسيرة ما زالت صامدة على مقدمة الشوط. مسيرة والموتر الموتر 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 يدرعي بالانتظار في مهرجان البيت متوحد في حمران في ميدان الوقن. ومسيرة ما زالت على المقدمة، ما شاء الله تبارك الرحمن على أداءها الكبير. العصا في البطان، العصا قوس قوس، ما حركوا مسيرة ما حركوا مسيرة، ولكن العيط موس العيط موس. وتحركت هنالك العزوم، انطلقت العزوم ووصلت هنا في هذه اللحظات. سرابة سرابة سرابة، ولكن مسيرة مسيرة اللحظات الأخيرة هنا مع بن طويرش على المقدمة وعلى الصدارة. العزوم وصلت العزوم وصلت محمد بن راشد بن سيف، ولكن مسيرة 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 مسيرة. سعيد بن حمود بن سعيد الدرعي قامت في هذا الشوط راس وقادت المسيرة، وعلى ما يبدو لي انها بتنهي المسيرة. مسيرة على المقدمة مع بن طويرش على الصدارة، مع الناموس، مع الفوز، مع الانتصار.
الاخر. سلام لابناء السلطنه، سلام على هذا الفوز وفوز مسيره بالسياره في هذا الشوط. سعيد بن حمود بن سعيد الدرعي والمركز الثاني، وتابع الاسماء هنا العزوم محمد بن راشد بن سيف الغفري ثانيا بينما ثالثا، وتابع الاسم القادم سرابه سعيد بن سالم بن راشد العمري ورابعا، وتابع هنا وصول جناح علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، وخامسا كان الوصول لمنفذه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مسيرة إذا هي من اختطفت سيارة هذا الشوط وانتقلت بالسلامات هنالك في هذا الشوط إلى أبناء الإمارات. سعيد بن حمود بن سعيد الدرعي مع مقدمة الشوط ولحظات التوقيت الزمني، نتابع في هذه اللحظات وصول مسيرة والتوقيت الزمني 4:48.9 تسعة أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول مسيرة، بينما ثانيا كانت هنالك العزوم محمد بن راشد بن سيف الغفلي 4:49.45 وخمسة أجزاء من الثانية حلت ثانيا العزوم، بينما ثالثا وتابع هنالك القادمة سرابة سعيد بن سالم بن راشد العمري 4:51.52 جزءا واحدا يتيما من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الأخوة الفائزين.